قدموا في أول 6 جولات مباريات مميزة. هنا خطة للفريق الأهلاوي في مكان حلو، في مكان مميز، في مكان رائع. سلطان السوادي على كرة ثابتة يلعبها أمامية في مكان، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، مزاجهم عال العال، مزاجهم عال العال، مسلطنين من الأخير. الشباب مسلطنين، رايقين رايقين، جايين ودهم يلعبوا، جايين ودهم يلعبوا. وين وين وين، ربع ساعة ولا في الخيال. 4 أهداف 4 أهداف، 3 منها للراقي وواحد منها لحلوة الجوف. لكن مين اللي سجل؟ أوه يا الفتيل، أوه يا الفتيل. تتذكرون مونديال كأس العالم للشباب في كولومبيا؟ حتى موقع الفيفا تحدث عن الكابتن محمد الفتيل.